في سؤال دائما يتكرر في المرحله الحاليه بالذات في اغلب الدواوين للناخبين، انه والله احنا وين رايحين؟ وش راح تكون عليه المرحله القادمه؟ شنو راح تكون في مستقبل البلد ومستقبل الاجيال القادمه؟ المتابع امانه للسياسه العامه للدوله في الفتره الاخيره من سنوات، والمتابع لاغلب المشاريع الحكوميه وبعض مع الاسف بعض القوانين النيابيه التي تطرح من خلال مجلس الأمة، يجد أن الحكومة سائرة وماشية باتجاه بيع البلد للتاجر حتى تتخلص من يعني ضغط النواب ومن ضغط المواطنين في تحقيق متطلباتهم وفي تحقيق مستلزماتهم. هذه الخطة موجودة من سنة 2010، بدأت الحكومة باتجاه يعني هذا النمط المدروس في محاولة مع بعض المتنفذين في توفير يعني أو بيع ما يسمى بقانون الخصخصة الأملاك العامة للدولة. هذه قضية مهمة، وكانت هي أحد أسباب يعني ترشحي لمواجهة مثل هذا الكيان التجاري اللي قاعد يسيطر على الدولة مع الأسف في السنوات الماضية والسنوات الحالية القادمة. وراح يكون هناك في اعتقادي يعني بعد سنوات استمر هذا النهج وهذا التخطيط المدروس من بعض المتنفذين مع الحكومة، راح تكون أو راح يكون الشعب الكويتي في المرحلة القادمة بين أما فئة غنية قادرة على استملاك الدولة، أو الشعب الآخر راح يكون مع الأسف موظف عامل تحت هذه أو هذا الكيان التجاري اللي صار له فترة قاعد يسيطر على هذا البلد من خلال هذه القوانين المدروسة. طبعاً في قضايا أخرى كالصحة والتعليم والبنية التحتية ومعيشة المواطنين وبعض القضايا المستحقة اللي يعني الحكومة وغير الحكومة قاعد يحاول يخليها محل خلاف ومحل أزمة بين الشعب والنواب، لكن هذه القوانين وهذه الأمور راح تطرح في مجلس الأمة في اهتمام أغلبية إخواننا النواب. أرد وأقول أني في حال وصولي بإذن الله عندي هدف وغاية في مواجهة هذا الكيان التجاري اللي للأسف قاعد يسيطر على أملاك العامة للدولة وعلى الثروة الوطنية للشعب الكويتي. عسى أن أكون أحد يعني من يجعل أو يقدم قوانين واقتراحات تكون في مواجهة هذا الكيان التجاري. رسالتين، الرسالة الأولى لإخواننا الناخبين، عليهم أمانة الاختيار لمن هو يرونه الأصلح والأمثل في المرحلة القادمة. اختار من تعتقد أنه يعني على قدر المسؤولية والأمانة ليدافع عنك وعن أبنائك وعن مستقبل بلدك. الرسالة الثانية نوجهها للحكومة القادمة وبالأخص رئيس الحكومة، اختيارك للوزراء في المرحلة القادمة راح يكون معيار التعاون معك من مجلس الأمة القادم ونظرة إخوانك المواطنين لك. الاختيارات السابقة في الحكومات مع الأسف مبنية على يعني مجاملات وعلى محسوبية وعلى بعض الأمور اللي فيها قربة وعوائل وفئات معينة. احنا ما نقول أن هذا الأمر يعني في عليه خلاف كبير، نقولك اختار من ترى الأصلح حتى لو كانوا أكثر من 20 شخص في بيت واحد، لكن اختار من يكون على قدر المسؤولية والاختصاص والأمانة. هناك جهة منسية وهم أغلب أبناء المجتمع الكويتي، إذا ما كان نص المجتمع الكويتي منسيين من التنفيذ الحكومي في السنوات الماضية، أبناء الدائرة الخامسة، أبناء الدائرة الرابعة، فيهم من الكفاءات، فيهم من القدرة الإمكانية، فيهم من الناس يعني الكفاءة الوطنية اللي قادرة على أن تقود البلد لمستقبل أفضل. هم الفئة إذا كانوا في الحكومة القادمة الأقرب لملامسة هموم أخوانهم الناخبين في المناطق الخارجية. ما يصير يجيب لك واحد من فئة مع احترام لها معينة بعيد كل البعد عن معاناة وهموم أبناء الدوائر الخارجية. لذلك الاختيار القادم للحكومة هو المعيار، معيار التعاون أعتقد بين المجلس القادم والحكومة. أسأل الله لي ولجميع إخواني المرشحين التوفيق وجزاكم الله خير. صحيح قبل فترة كانت عندنا فكرة إنشاء كيان، بمعنى صح كيان جديد من الطبقة المحدودة. هذا الكيان يواجه أو ينافس مثل ما قلت قبل شوية الكيان التجاري القديم. هي فكرة عن إنشاء صندوق وطني استثمار للاستثمار في الداخل. هذا الصندوق له أسهم، الأسهم هذه غير مطروحة للبيع في البورصة، أسهم مخصصة للمواطنين تنزل بالتوارث من الأب إلى الأسرة في تقادم يعني السنوات. هذا الصندوق ينافس الكيان التجاري في جميع المشاريع الحكومية المطروحة في الداخل. يعني راح يكون رأس مال من الدولة يحقق أرباح للمواطنين، أيضا الدولة تأخذ من أرباح سنوية. فكرة مطروحة من سنوات عندي، وفي حال بإذن الله وصولي راح إن شاء الله بينا تحول من فكرة إلى اقتراح بقانون، وإن شاء الله نشوف النور قريب إن شاء الله.